حياكم مشاهدينا ويا هلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا مشاهدينا في اطار تعزيز قدرات جيل المستقبل واكتشاف مواهبهم وتاهيل عدد كبير منهم لمجال الاعلام، اطلق نادي الشارقه للصحافه برنامج تدريبي لعدد من الطلبه خلال عطله الصيف. بنتوسع اكثر عن هذا البرنامج وبنتكلم عنه اكثر وكل ما يقدمه لهذا الجيل مع الاخت حصه الحمادي مدير اداره الاتصال الحكومي في المكتب الاعلامي لحكومه الشارقه. صبحت الله بالخير يا اهلا فيك حصه. اهلا فيك، صبحت الله بالنور. يا مرحبا بك. اهلا فيك. طبعا حصه، نحن اليوم نبغى ناخذ فكره عامه وشامله عن النادي وعن البرنامج الاعلامي اللي منظمينه للطلبه في هذا الصيف. تمام. النادي الشارقة للصحافة طبعا هو تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ولما أطلقنا النادي أطلقنا معه الكثير من البرامج والأهداف المتميزة، ومنها طبعا الكثير من المبادرات، ويشارك أيضا النادي في الكثير من الفعاليات على مستوى الدولة. طبعا في هذا الصيف ركزنا نحن على فئة الطلاب أكثر، فنظمنا برنامج تدريب صيفي للطلاب. هذا التدريب طبعا متخصص ل 25 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة، ولكن ركزنا على فئة معينة وهم الصف التاسع والعاشر والحادي عشر. ليش بالتحديد اقتصرتوا على هالفئة؟ لأن هذه الفئة نحن نسميها الفئة المتلقية للمعلومات بوجود العصر الحديث، راح تستوعب أكثر لشغلة الإعلام. نعم، وهي أصلا المتلقية لكل الوسائل المتاحة حاليا. نعم. خاصة مع الإعلام الجديد، فلما أنا أغرس التربية الإعلامية في الجيل الحالي فأنا أهيئهم لجيل المستقبل. حلو. وفي نفس الوقت لما أغرس فيهم التربية الإعلامية أنا أغرس فيهم بعد مفاهيم اللي هي ما هو الإعلام وما هو الصحافة وكيف ممكن تعطيهم فكرة شاملة عن الإعلام وكيف ممكن أنهم. نعم. يستغلون الاستغلال الصحيح. هي طبعا، وكيف يفرقون بين مثلا الأخبار الصحيحة والمغلوطة أو المضللة. وكيف يفرقون بعد بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة عشان بس يأثر إيجابا على سلوكهم. جميل، وكيف تشوفون استيعابهم وإقبالهم على هذا البرنامج؟ وايد جميل صراحة، جميل جميل، وخاصة أن البرنامج مقدم بطريقة جدا تفاعلية. حلو. يعني دامج العلمي مع الترفيهي. الترفيهي والعملي أيضا. مشاهد. نظمنا طبعا زيارات لعدد من المؤسسات الإعلامية في الدولة، وخاصة في إمارة الشارقة وهي مؤسسة الشارقة للإعلام، وأيضا جريدة الخليج مثلا. فنحن هنا ندمج الواقع مع التعليم. يعني في هذا البرنامج مقتصرين فقط على الجانب النظري ولا الجانب النظري مع العملي؟ العملي مع النظري. شو الأشياء اللي جربوها في بعض الميادين اللي زرتوها وياهم؟ طبعا بالنسبة لمؤسسة شارقة للإعلام عندهم زيارة للمؤسسة، راح يتعلمون على الإعلام الإذاعي والفرق ما بينه وما بين التلفزيوني. حلو. بكل أساسياته طبعا ومفاهيمه. ولما يروحون على مثلا الصحافة عندنا مثلا جريدة الخليج، فيتعلمون أكثر على أساسيات الصحافة المكتوبة وكيفية تنظيم. تعيشونهم جو الشغل يعني كأنهم موظفين معاهم. نعم، كأنهم موظفين معاهم، جزء لا يتجزأ منهم. حلو. هذه بعض التجارب اللي أنتم منظمينها ومرتبينها لهم في النادي. إنزين خبرينا حصة، يعني هذا البرنامج اللي أنتم منظمينه كان محوره التربية الإعلامية، لكن أكيد في بعض الجوانب أو بعض النقاط اللي ركزتوا عليها أكثر في جانب الإعلام. إيه نعم، نحن وايد ركزنا بما أن الإعلام مثل ما قلت أنه متاح للجميع، فالجيل اليوم حاولنا أن نثقفهم أكثر وأكثر في حيث كيف يأخذون الإعلام بطريقة إيجابية أكثر من سلبية. فلما سلوكهم اليومي ينعكس عليه هذا الإطار، فنحن أنشأنا جيل ناجح وواعي جدا في التفريق ما بين الإعلام الإيجابي والسلبي. هي بما أنهم من الصف التاسع لين الصف كم قلتي؟ الحادي عشر، فأكيد هذه الفئة راح تستقبل أكثر، أكثر المعلومات وراح تستوعبها. نحن بنشوف معاك الحين حصة بعض من مقتطفات هذا البرنامج. هذه ممكن بعض الزيارات اللي أنتوا كنتوا منظمينها للمنتسبين وياكم. هذا مقر النادي. هذا مقر النادي. هي نعم، مقر النادي في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. نعم. إنزين، أكيد في النادي أقسام كثيرة وكل قسم له برنامج معين نشاط معين، خبرينا شوي أكثر عن الأقسام اللي ياسين نحن نشوفها الحين ويا المتابعين. طبعا هذه احنا نسميها ردهة الإعلاميين، وهو المكان المخصص للإعلاميين. نعم. في طبعا قسم المكتبة العلمية وفيها الكتب من جميع الفئات والأقسام، ومن غيره طبعا في قسم اللي هو مثلا العضويه، انه يتيح للطلبه وللصحفيين انه يكونون جزء من النادي. حلو. ويستمتعون بالكثير طبعا من المميزات والخصومات. طبعا طيب. هذا جانب من الطلبه. التطبيق العملي هذا يمكن؟ هذا هي هذا في النادي، مثل المقابله التلفزيونيه. المقابله التلفزيونيه في النادي. هي نعم، هني نشوف الطريقه التفاعليه ما بين الطلاب وما بين المحاضر، بس حبينا نحن نفرق ما بين المنهج الدراسي اللي ياخذونه. شو اصعب شغله تحسين انهم استصعبوها في هذا البرنامج حصه؟
ما شاء الله عليهم جيل واعي، أنا هذا اللي أعجبنا فيهم أنه هو الجيل جدا واعي ومدرك للكثير من الأمور اللي أعطيناهم، لكن أسئلتهم دائما تكون متميزة وفي محلها ما شاء الله. يعني نحن نشوف في هذا الفيديو بعضهم، يعني الكل يبغى يشارك، الكل حاب انه يثبت وجوده في هذا نفسه. هذا فعلا. البرنامج فعلا. غير الاشياء الميدانيه والزيارات الثانيه والرحلات ايضا اللي انتم مرتبينها لهم حصه، الفعاليات باديه من متى وراح تستمر لاي يوم؟ هي بدأت تقريبا من اسبوعين وتنتهي ان شاء الله هالاسبوع، ولكن اضافه على البرنامج احنا عندنا البرامج التحفيزيه بعد في البرنامج نفسه، راح نختار ما يقارب اكثر من 5 طلاب اللي هم الطلاب المتميزين، وراح يحصلون طبعا على مكافآت وعلى جوائز. هذا راح يعطيهم شويه دعم وتشجيع ان كل واحد يطلع كل ما عنده، المنافسه تكون ما بينهم. بما انه بادي من فتره ومستمر لهذا الاسبوع مثل ما ذكرتي حصه، اكيد لمستوا بعض الاشياء اللي تغيرت في المنتسبين، بعض المهارات اللي اكتسبوها، فكيف حسيتوا الفرق من خلال هذه الفترة اللي بديتوا معهم الشغل؟ طبعا لما تمينا نعطيهم المفاهيم الإعلام الصحيحة، وخاصة أنها لا تدرس في المناهج الدراسية، فالأسئلة اللي كانوا يطرحونها في بداية البرنامج جدا اختلفت عن الآن. نعم. ولاحظنا أيضا أن صاروا يعطون أمثلة عن الواقع الحالي الصاير حاليا في الإعلام، فصاروا مدركين أكثر وواعين أكثر. نعم، شيء حلو. إنزين حصة، يعني أنتوا بس فعالياتكم مقتصرة في فصل الصيف ولا طول السنة تكون في برامج وفي أشياء للطلبة؟ لا، على مدار العام، ولكن كل برنامج متخصص لفئة معينة من الجمهور. نعم. فمثلا إذا نتكلم عن الصحفيين نفسهم في مجال الإعلام، مثلا نشارك في المنتديات الكبرى، ونتشارك أيضا نتعاون مع وكالات أنباء عالمية، مؤسسات مرموقة مثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، شاركنا فيه مع وكالة رويترز للأنباء، فتعطي ورش متخصصة لهم. فكل برنامج عطاري الورش شوية حصة، عطينا نبذة عن الورش اللي تقدم لهم بشكل أساسي، يعني أي منتسب معاكم في النادي لازم يدخل هاي الورشة؟ هي على حسب تخصصه، إذا كان مثلا طالب فيكون على حسب جامعي ولا في المدرسة، إذا كان طالب جامعي على حسب مجال نعطيه الأساسيات اللي ما أخذها في المدرسة أو الجامعة، وإذا كان صحفي يعني تحرصون أنتم دائما ما تكررون له مثل البرنامج أبداً. أو المعلومة اللي هو خلاص عارفينها ما تكررون، تحرصون دائما تعلمونا على كل شيء جديد. أيوة، التطور اللي صاير حاليا في الإعلام، البرامج الجديدة، مثلا إذا بغوا في التصميم بغى ياخذ كل النواحي الإعلامية، كل الأمور متوفرة، توقفون معاه وتعطونا اللي هو يحتاجه. جميل. إنزين حصة، يعني بما أنكم تتعاملون مع فئة مستوعبة، فئة تستوعب هاي الشغلات اللي شوي ممكن الفئة الأصغر منها ما تستوعبهم، أكيد بتمرون شوي بعض الصعوبات. صحيح. اذكري لنا بعض هذه الصعوبات اللي واجهتكم. احنا نحاول ان ما ندخل في هاي الصعوبات، فان احنا نفرقهم في المبادرات والانشطه اللي ننظمها لهم على مدار العام. فاذا كان جدا متخصص اكيد ما راح ادخل معاهم طلاب مدارس او الجامعات، راح اخليها على المستوى العالي على حسب مستوى خبرتهم وخبراتهم المهنيه اللي خذوها. طبعا جميل. يعني نحن الحين اخذنا فكره عن الطلبه اللي من التاسع لين الحادي عشر، وعرفنا برامجهم وفعالياتهم. ذكرتي قبل شويه ان ايضا اي طلبه جامعيين يشاركوا معاكم في هذا النادي، كيف تكون فعالياتهم وبرامجهم؟ طبعا نحن عندنا عضويه، راح يطلق النادي بعد الموقع مال شارج بريس كلاب، فاذا دخلوا عليه ممكن يشوفون مميزات العضويه. اذا كان طالب جامعي طبعا يدخل معنا في دورات اخرى تكون متخصصه مش للعامه فقط للاعضاء، راح يحصل على خصومات، يحصل على امور جدا متميزه. فنحن يعني نحاول نحفزهم قد ما نقدر، فلنقدم للعامه شوي يكون مختلف عن نقدم اللي عندهم عضويه. نعم، يعطيك العافيه يا صراحه حصه، ويعطيكم العافيه على هذا البرنامج والنادي اللي دائما تكون فعالياته مستمره. الاخت حصه الحمادي مدير اداره الاتصال الحكومي في المكتب الاعلامي لحكومه الشارج، يعطيكم العافيه على هذه الجهود اللي تبذلونها مع الطلبه في هذه البرامج والانشطه. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا، من بعد الفقره اللي شويه تكلمنا فيها عن الاعلام وعن الصحافه بشكل عام، راح ننتقل معاكم لفقره الاتيكيت مع طارق الشميري، خلونا نتابعها ونتعرف على موضوع حلقتنا لليوم معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بنتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا. الموضوع هذا يتعلق بإتيكيت الأكل، طريقة الأكل اللي ناكلها. احنا كثير نعزم دائما ناكل في مكاتبنا، أو نعزم ناس آخرين، أو ناس يجونا ضيوف عندنا، فنكون محرجين في طريقة الأكل وطريقة الشرب. كيف تصير؟
يجب ان نتقيد ونعرف كيف ناكل وكيف نشرب بحيث نبعد كل البعد عن الحرج اذا عزمنا عند ناس او ناس عزموا عندنا. فنشوف دائما شغله مهمه قبل الاكل والشرب، موضوع النظافه. نظافه اليدين اللي باكل فيهم، حتى لو كنت باكل بشوكه وسكين اغسل يديني مسبقا، هذه اهم شيء. وغسل الفم ونظافه الفم قبل الولوج في موضوع الاكل. هذه النقطه الاولى في البدايه، شكل اليد يكون نظيف، نظافه اليد، قص الاظافر تكون الاظافر مقلمه، ثم ابدا في موضوع الدخول في الاكل. الاكل ادوات الطعام مثل ما تكلمنا قبل كذا، ان كل طاوله وكل فيها ادوات معينه وكل وجبه لها ادوات معينه في الاكل. الادوات هذه يلتزم فيها. بعدين البعض يعتقد ان في اشياء تؤكل بالشوكه والسكين، ان جميع الاشياء في الاتيكيت تؤكل بالشوكه والسكين. لا، في اشياء في الاتيكيت بالامكان تناولها بغير الشوكه والسكين، وبالامكان اكلها بالايد وحسب اتيكيتك المحلي. مثل ما ذكرنا ايضا في قاعدتنا السابقه ان الاتيكيت يختلف من منطقه لمنطقه بحسب العادات والتقاليد وبحسب الرقعه الجغرافيه. اذا في شغلات معينه تجينا نتكلم الاتيكيت في المانيا على سبيل المثال، الاتيكيت الرسمي عندهم انك تاكل حتى السندوتش بالشوكه والسكين، لكن الاتيكيت في كل الدول بشكل عام يعني او اغلبها انك السندوتش لا يؤكل بالايد، والفطائر تؤكل بالايد، البيتزا تؤكل بالايد. بكثير يروح على محلات البيتزا وياخذها بالشوكه والسكين ويقطعها وهي عليها الجبن، قد يكون سايح ومطاطي وكذا، فيصير شيء من المنظر الغير لائق. فنقول لا، تؤكل هذه الاشياء بالايد، بامكانك الفطائر والبيتزا وغيرها تؤكل بالايد، تناول بعض انواع الفواكه بالايد او باعواد الاسنان نفسها بالامكان انك تتناولها بهذه الطريقه. لان احيانا قد تكون حبه الزيتون وخاصه اللي فيها النواه، اذا جيت تاخذها بالشوكه بتطير من مكانها الى الطرف الاخر، اذا كنت معزوم قد تقع في شخص اخر او تخرج من مكانها وتسبب يعني ربكه على الطاوله نفسها اللي انت جالس تاكل فيها. ايضا على الطاوله خصصت صحون خاصه بالخبز، ان نحط عليها الخبز، وخصصت ايضا صحون اخرى خاصه ببقايا الطعام تكون موجوده، خصصت صحون خاصه بالسلطه، ان ما يصير اني اكل شوربه مثلا او اكل خضار او اكل طبق رئيسي في صحن الشوربه او صحن السلطه. لا، عندك صحن يكون عاده في المطاعم موجود مثل ما تشوفوا امامي الان، الصحن اللي يكون عاده فوق هذا صحن الشوربه، وعاده يكون مقعر الى تحت، هذا الصحن بالامكان ناخذ، عفوا صحن السلطه بالامكان ناخذ فيه السلطه. وعاده يكون الصحن الاسفل فيه رسمه، الصحن اللي فيه رسمه هذا محطوط زينه ما نقدر ناكل فيه نهائيا، الا وقت ما يبدا الاكل فيه بتلقى الستاف في المطعم جابوا لك صحن اخر بدلوا هذا الصحن بالصحن الاخر اللي هو صافي ما فيه رسومات او ديزاين معين. هذا بالنسبه للعزائم وطريقه الاكل فيها. ايضا موضوع مسك الشوكه والسكين وتناول الاكل فيها وطريقه تناول الاكل بالملعقه، احنا ذكرنا ان صحن الشوربه يؤكل بالطريقه او الشوربه بملعقتها تكون بهالطريقه مقعره ويمسح في طرف الصحن عند خروج الشوربه منها. الملعقه الاخرى اللي تكون خاصه بالاكل تكون بالطريقه هذه ويؤكل فيها الاكل بطريقه عاديه. المفروض ايضا عندنا شوكه تكون مدببه ناكل فيها السمك ونستطيع نزع جلد السمك فيها. عندنا نوع من انواع السكاكين يكون السكين هذا فيه كثير اسنان حاده بحيث بالامكان تقطيع الستيك فيه، ما يكون السكين العادي هذا نهائيا. وموضوع الخبز ما ينحط في اماكن معينه، ينحط على الصحن اللي موجود على يساري. احصل احيانا نوع من انواع السكاكين الموجوده جنب الخبز هي خاصه بدهن الزبده. تناول الشراب يجب ان الشراب اولا المضغ والشراب ما يكون لهم صوت، يكون بصوت منخفض، اكل وفمي مغلق. موضوع الشراب وتناول الكاس يمسك بثلاث اصابع بطريقه لائقه، ما يمسك بهالطريقه، البعض يمسكها بهذا الشكل، لا، يفضل ان تمسكها بطريقه جدا راقيه ولائقه، طريقه كلها ذوق وكلها اتيكيت. والحديث يطول عن هذه الامور لكن وقت فقرتنا انتهى، نلتقيكم فقره اخرى، الى اللقاء. طبعا مشاهدينا تعرفتوا على اهم الاساسيات واهم النقاط اللي الواحد لازم يراعيها في اتيكيت الاكل والشرب، خاصه نحن الحين في العطله الصيفيه وتكثر روحاتنا للمطاعم، فالواحد لازم يكون عارف اهم الاشياء وايضا يعلم اطفاله طريقه الاكل الصحيحه ويعطيه فكره شامله عن الاتيكيت. فيعطيه العافيه الاستاذ طلال، عرفنا على بعض الامور اللي الواحد لازم يكون عارفنها. فمشاهدينا حياتنا كلها تحتاج اتيكيت، يعني ما نركز على اتيكيت
اتيكيت الاكل فقط، لا، لازم نحن نراعي الاتيكيت في كل امور حياتنا. وهذه كانت فقره الاتيكيت لحلقتنا لليوم، ومن بعدها نحن وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا. مشاهدينا اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا، واتمنى لكم ان شاء الله اجازه سعيده، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاحد على خير بحلقه جديده وايضا مواضيع مميزه. اترككم بحفظ الله ورعايته، ومع السلامه.